السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ عيد سعيد عليكم وعلى أمة محمد كلها وعلى الأمة الإسلامية والعربية جميعا. النهاردة حلقة النهاردة بكل بساطة بنتكلم فيها عن السناكس اللي ممكن نقدر ناكلها في العيد او في الايام العاديه يعني، بس انا اقصد العيد ليه بالذات بالتحديد. ليه؟ طبعا العيد هيبقى قدامنا اطباق مليانه كحك وبسكوت وبتفور وحلويات بقى وفسيخ ورنجه وبصل، حاجات يعني اقسم بالله تدمر اجدعها دايت في الدنيا. فاحنا عايزين نشد حيلنا كده ان شاء الله ونعمل سناكس دي بسيطه جدا وسهله يعني، موجوده في كل بيت. اتس نوت بيج ديل او حاجه، مش حاجه صعبه يعني، سهله جدا وفي نفس الوقت فيها فايبرز عالي وفيها بروتين وفيها حاجات كثيره جدا مشبعه وما تتخنش. تمام، هنبدا مع بعضينا. هوريكم السناكس بتعمل ازاي، سهله قوي وكل الناس تقدر تعملها. وقبل ما ابدا، لو الناس عايزين يعرفوا ازاي الكحك والبسكوت بالشوفان، موجوده عندكم الريسبيس او الوصفات كلها موجوده عندكم في القناه، تقدروا تشوفوها. هتشوفوا دلوقتي في الاي اللي فوق دي الوصفات، يعني وصفة الكحك مثلا دلوقتي، وهنبدأ مع بعضينا وهقول لكم كل سناك من دي وزنها قد ايه والفايب بتاعتها والكارب والبروتين والكلام ده. شرق كتير، يلا بينا. اول حاجة معايا البطيخ. طبعا البطيخ لا غنى عنه بجد، مفيش حد تقريبا في الدنيا ما بيحبوش. دول حبة، دول حوالي 100 جرام. ال 100 جرام دول فيهم حوالي 30 سعرة، فطبعا يعني بسم الله ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال. هنقطعها قطع صغيرة، طبعا الكاميرا مبينة ان هو كتير، هنقطعه قطع صغيرة عشان بس يبين ان هو كتير وناكل منه ونشبع. بس برضو خدوا بالكم ما تكتروش منه عشان خاطر ممكن يقلب معاكم بحساسية او بيعمل لكم حاجة، فده حلو جدا جدا للناس اللي نفسها تاكل حاجة مسكرة او نفسها تملى معدتها وخايفة ان هي تتخن، فده حل مناسب ورائع. هكتب لكم طبعا كل الفوائد بتاعته دلوقتي على الشاشة هتنزل، وزي ما قلت لكم ده في حوالي 30 سعرة. تمام، ده بالنسبة لأول سناك معايا. تاني سناك معايا طبعا الحاجة اللي احنا مقدرش يعني مفيش بيت طبعا في مصر او في الدول العربية عامة بيخلى منها، خصوصا في العيد وكل الناس بتحبه، كبار وصغيرين وكله بيحبه، الحمص والترمس. الترمس ده طبعا حاجة هايلة جدا، سبحانك يا رب، تحفة فنية، في عناصر غذائية كتير جدا، هقول لكم فوائده دلوقتي. ده الترمس، فوائد الترمس نزلت قدامكم على الشاشه دلوقتي حالا. هقول لكم بقى الفوائد اللي في ترمس. الحبه دول حوالي 50 جرام، يعني حوالي نص كوبايه. نص الكوبايه دي فيها حوالي 99 سعره، اوكي، وفيها حوالي 13 جرام بروتين و 8 كرب و2 الياف، اوكي. فطبعا حلوه جدا لينا لو احنا خدنا نص كوبايه ناكل فيها برده ومشبعه جدا، ونشرب معاها ميه كتير عشان خاطر نحس بالشبع بسرعه، اوكي. طبعا هوريكم طبعا الطريقه ازاي عملناها ازاي دلوقتي، اوكي. ومعايا كمان الحمص زي ما احنا شايفين اهو. الحمص دول الحبه دول برده حوالي نص كوبايه او 50 جرام، تمام. ال 50 جرام دول فيهم حوالي 135 سعره، فيهم 2 دهون صحيه طبعا، 2 جرام دهون يعني، وفيهم 22.5 جرام كرب، وفيهم حوالي 7.5 جرام بروتين، وفيهم حوالي 6 جرام الياف. طبعا تحفه فنيه، وهعمل لكم وصفات كتير حلوه بالحمص ده، هوريكم حاجات معجزه سبحان الله فيها في الحلقات الجاية ان شاء الله. بس دلوقتي هوريكم ازاي نعمل طريقة الحمص والترمس. تمام، هشتري اي كمية من الترمس والحمص الناشف طبعا. ده نوع من الترمس والحمص اسمه يعني حلو او معنى صح سريع، يعني ما بياخدش وقت في السوى. هاخد منه طبعا المقدار اللي انا عاوزاه واغسله كويس قوي، وبعدين احطه في بولتين مختلفين زي ما احنا شايفين اهو زي الفل، ما فيهوش اي شوائب ولا اي حاجة. لازم يكون سريع بيبقى افضل يعني، طبعا هو البلدي بيبقى ممر، فده بالنسبه لي يعني سهل جدا وبيستوي بسرعه. هحط عليه ميه دافيه، تمام، وانقعه بقى على قد ما اقدر، يعني مثلا 6 ساعات ولا حاجه، كل ما يتنقع كل ما بقى افضل. بصوا بعد ما اتنقع ما شاء الله غيرت له ميه مثلا مرتين، بقى بالمنظر احنا شايفين ده نفش اهو بقى زي الفل. هبتدي بقى اسويه ازاي. هجيب حلتين
هحط فيهم الترمس والحمص، سهلة جدا. المية طبعا تكون دافية. بصوا ما شاء الله زاد حجمه ازاي، تمام. والكلام ده برضو هعمله في الحمص. اوكي تمام. وهرفعهم بقى على النار، يعني يدوبك يعني ايه كل شويه هقلب فيهم. بصوا بيطلع على الوش ساعات بيبقى فيه ريم اسود كده او ريم ابيض، بنتخلص منه طبعا، دي الغازات السامه اللي بتبقى جوه البقوليات عامه، فبقدر اتخلص منها بمنتهى السهوله. اهو برضو موجوده عندي في الترمس في الحمص ولا ايه. هشيل برضو منه الريم ده واقدر عادي اكمل عادي، مش اي مشكله، ما غيرش ميته طبعا. هفضل وراه بقى لغايه ما يستوي. بصوا خلاص هو كده دخل على السوا. اوكي ما شاء الله الحبايه كبرت معايا، النقع بتاع الترمس والحمص اسرع جدا في سواهم، يعني انا خدوا بكتير قوي قوي ساعه كل واحد فيهم. طبعا الحمص بيستوي قبل الترمس. اوكي خلاص اهو بصوا الحمصه معايا خلاص، هي بقت سهله وما شاء الله بقت مهريه زي ما بيقولوا، والكلام ده برضو بينطبق على الترمس. خلاص هجيب بولة واحط فيها الحمص. انا عايزة المية بتاعته دي انا مش هرميها، محتاجاها جدا، انها في وصفة تانية هوريها لكم. فاحط الحمص اللي انا عاوزاه، اللي انا مثلا اقدر اكل منه في العيد مفيش اي مشكلة، والباقي اشيله. شايفين المية دي اللي هي المية اللزجة دي، انا محتاجاها جدا جدا، هوريكم انا هعمل بيها ايه، بس اشيلها دلوقتي خليها الوصفة تانية. تمام خلاص زيت الترمس والحمص اهو ميتهم زي الفل ومفهومش اي حاجه. هحط على كل كوبايه ميه دافيه معلقه ملح كبيره، فانا حاطه حوالي 3 كوبايات ميه في كل بوله، هحط لكل واحده 3 معالق ملح كبار. ما نكترش برده يا جماعه في الملح عشان خاطر نستفيد بالفوائد، ما تدمر لناش كل الفوائد الموجوده في الترمس والحمص. اوكي بس كده. السناك الرابع اللي معايا، طبعا ما فيش حد في الدنيا ما بيحبش ذرة الفشار، بس طبعا احنا بنعملها للاسف بطريقه غير صحيه، بنحط لها زيت كتير جدا. انا شفت ناس يعني مش بيعملوها بزيت عادي، ده بيغطسوها في الزيت، فطبعا بتعلى جدا جدا الكالوريز بتاعته او السعرات الحراريه بتاعته بطريقه جامده جدا، ودي حاجه مش حلوه. الفشار لينا حلو قوي قوي في الدايت، بس لازم نعمله بطريقه صحيه. في طرق كتير ليها شفتها على الانترنت، في ناس بتعمله في المايكرويف، بس مش كل الناس عندها مايكرويف، فانا هوريكم طريقه حلوه جدا سهله قوي قوي، يعني شبيهه جدا بالمعتاده اللي احنا بنعملها، بس طبعا بتبقى بدهون اقل. عامه الحبه دول نص كوبايه يعني حوالي 50 جرام، السعرات بتاعتهم 50 جرام فشار، طبعا هكتب لكم الفوائد بتاعته دلوقتي وانا بكلمكم. ال 50 جرام فشار فيهم 191 سعره، وفيهم حوالي 39 كارب، 39 جرام كارب، وفيهم حوالي 7.5 جرام الياف. اول حاجه عشان اقدر اعمل فشار صحي ومبقاش فيه منه اي ضرر، مش هستخدم زيوت خالص، مش بحب الزيوت، هستخدم سمنه بلدي. خلاص انا ايه انشف كويس الحله، اتاكد ان ما فيهاش اي مشاكل ولا اي حاجه خالص. اوكي انا بحب طعم السمنه البلدي جدا في الفشار. هاخد معلقه واحده صغيره، اوكي اهي، مش معلقه هرميه ولا اي حاجه، معلقه بس بسيطه كده، واحطها اوكي، وهسيحها على النار الاول وبعدين انزل بالفشار، هوريكم ازاي نعمله مع بعضين. اهو حطيتها على النار، اوكي هعلي بس افتح عليها النار. اوكي هتاكد بس ان كل معلقة السمنه اللي معايا تمام. ممكن تعملوها من غير، مفيش مشكله عادي زي ما انتوا تحبوا، بس انا بحب طعم السمنه البلدي زي ما قلت لكم، فدي حاجه يعني بالنسبه لي مرضيه جدا. اوكي ما فيهاش حاجه، سمنه البلدي ما فيهاش اي مشكله، لما ناخد معلقه صغيره مش عيب يعني. اوكي وبعدين هحط، بصوا مش هحط الكميه كلها، يعني ال 50 جرام دول هاخد منهم حوالي 25 جرام بس، يعني نص الكميه فقط. اوكي وبعدين هقلب كويس بحيث ان كل وحده فشار تكون غطيتها السمنه البلدي، يعني السمنه البلدي اهون بكتير من الزيوت. اوكي فهعمل ايه، هحطها واغطي عليها. طيب هفضل مخليه النار عاليه؟ لا، هوطي النار خالص بالراحه كده عشان خاطر ايه ما يتحرقش معايا الفشار، وكل شويه هقعد اعمل كده فيه اقلبه بحيث ان هو
يبقى كله يمتزج ويبقى الفشار كله شارب من السمنة البلدي واخد طعمها، وفي نفس الوقت ما تقاش واحدة بعيدة عشان خاطر ما تتحرقش. بصوا شايفين شكله اهو، يعني معلقة واحدة بس عملت معايا ايه، كأني حاطة زيت كتير زي ما بتقول. طبعا الريحة ملاش حل. اوكي اهو هسيبه، واول طبعا ابتدي طقطق كتير، يعني ما الاقي الطقطقه قلت هبتدي بقى ايه ان انا اوطي عليه خالص خالص لغايه ما صوت الطقطقه يروح. خليكم معايا اوريكم كل حاجه خطوه خطوه. اهو ابتدى يطقطق زي ما احنا سامعين كده. اوكي هعمل انا ايه خلال الفتره دي، احط شويه فانيليا اهو، شويه فانيليا. اوكي الفانيليا بتدي له ريحه حلوه قوي كان زي بتاع الشارع بالظبط. بصوا هو ده السر ان كله ان شاء الله يفشر ويبقى تمام. اوكي ريحه مش قادره اوصف لكم، كاني بالظبط بالظبط عند الناس اللي بيبقوا في الشارع والكلام ده، الروائح اللي بنشمها في الشوارع بيبقى هنموت عليها، هو ده الفشار يعني ما فيش اكتر من كده. طبعا بيعملوا بزيوت بقى وحاجات مهدرجه مش تمام يعني. اوكي بصوا الطقطقه ابتدت تقل، احنا نعمل ايه اهو كده ما نستسلمش. حد يجي يقول لي مثلا هي بتهزر دي جايه تعلمنا ازاي نعمل فشار، والله عارفين انتوا جامدين والله والشيف شربيني وكل حاجه، بس فكره انك تعملوا الفشار بمعلقه سمنه واحده او معلقه زيت صغيره فدي لوحدها حاجه كويسه جدا، بدل الكميه الرهيبه اللي بنعملها في الفشار، وفي نفس الوقت كلاسيك قوي من غير فليفرز كتير ولا اي حاجه، وطبعا مشبع جدا. يعني الموضوع سهل جدا. بصوا خلاص ما بقاش فيه طقطقه ولا اي حاجه، وما بهزه كده مش حاسه ان في حاجه بتلق من جوه، يعني انتوا فاهمين قصدي. فهو كده خلاص انا طفيت على النار، فضل بقى استنى شويه لان ساعات بيبقى فيه ايه كام واحده كده ما فشرتش، بس عادي انا مش بصراحه مش قادره يعني استنى لان ريحته فعلا الفانيليا عامله ريحه رهيبه. اوكي اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس انا عارف الفشار بيخدعني، بس عادي جدا طبعا لازم تكونوا جايبين نوع فشار يكون جيد اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. معلقه واحده عملت معايا كل الكلام ده، وخدت نص الكميه بالظبط مش كلها، يعني واخده حوالي 25 جرام انتوا فاهمين قصدي. اوكي تمام كده. طيب هروح اقدمه وهنتقابل مع السناكس بتاعتنا كلها. اهو ده معايا الفشار زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله مفشر وشكله جميل وبجد يفتح النفس، ولا واحده محروقه. وطبعا دي مش الكميه كلها، بصوا اهي الحله لسه معايا فيها اهو. اوكي انا بتكلم يعني احنا ممكن ناخد كمان يعني نص الكميه اللي كانت معانا وناخد ربعها، يعني الحبه دول يشبعوا جدا جدا. وادي معايا البطيخ، وادي معايا الترمس والحمص، يعني في منتهى الجمال سهلين قوي. بصوا اهو تمام، والحمص نفس الكلام اهو مستوي طعمه جميل جدا جدا. سناكس مرضيه جدا لينا ومشبعه، ولازم يعني ما ناخدش برده منها بكميات كبيره. بصوا اسمعوا كده معايا القرمشه اهو، يعني تمام جدا طعمه حلو قوي قوي، والفانيليا بتديله فليفر كده لذيذ زي بتاع الشارع بالظبط. اوكي فلو عندكم مايكرويف من غير زيت ولا اي حاجه حطوه، بس غطوه وحطوه في المايكرويف وهيتقطق معاكم، الموضوع سهل جدا. لكن لو ما حدش عنده مايكرويف اعملوا زي ما بقول لكم كده، الطريقه حلوه جدا وطعمه حلو زي ما انتم شايفينه، مش محروق ولا اي حاجه وماسك نفسه وشكله فعلا بشهي وخلاص تمام. ودي كانت السناكس بتاعت النهارده، ان شاء الله هتنفعكم جدا في العيد. يعني طبعا ممكن تنوعوا في حاجات تانية كتير جدا ممكن تنفعكم غيرها، يعني لو عندكم اي سناكس ممكن تنفع اكتبوا لي في الكومنتس ايه هي، اكتبوا لي طريقتها عندكم على الجروب بتاع عائله سكر دايت برده، ممكن يعني ادوني افكار كتير لان انا يعني بحب ان انتوا تاخدوا تدوا معايا في الكلام كده ويبقى في بينا حوارات كتير. زي ما قلت لكم البطيخ كله منه يعني ان شاء الله باذن الله مش هتتخنوا، بس طبعا زي ما قلت لكم المقدار اللي قلت لكم عليه بالظبط. والفشار طبعا ما فيش اسهل ولا احلى ولا اطعم من كده، في طرق كتير وفي ناس بتعمله بالملح ومش عارفه ايه وكده، لا لا هو كده حلو. عايزين تحطوا له ملح ممكن، بس مش عايزين نحط برده يعني نسب كتيره، رشتين بس حاجه بسيطه عشان خاطر ما يعني
الفايده بتاعته ما تروحش. طبعا الملح انتوا عارفين بيعمل ايه، بيحبس الميه في الجسم، فبرده بيزيد وزننا معاه. وطبعا الترمس والحمص دول اساسي موجودين في العيد عندنا، بيبقى كتير جدا جدا. وهوريكم كمان معجزه من معجزات ربنا في الحمص ده بالذات. انتظرين ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه او اللي بعدها ان شاء الله باذن الله. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. تشوفوا لايك وتشير وسبسكرايب. وعيد سعيد عليكم. سلام.